رجاء في إطار تكافؤ الفرص نصت إلى مقر الورشة السابعة بنفس الاهتمام الذي أنصتنا به لباقي الورشات. الشباب والرياضة على هذا المنتدى القيم الذي لما خير شباب جهة طنجة دوار حسيمة الشباب الجمعوي الشباب الطموح والمتطوع، ما نشهده اليوم هو تنزيل فعلي لمقتضيات دستور 2011 الذي يركز على الجهوية المتقدمة وتفعيل دور المجتمع المدني بشكل عام والشباب بشكل خاص. ثم أود أن أشكر المسؤول الإقليمي للشباب بمدينة تطوان الأستاذ أحمد رياض، وأيضا أشكر مسير الورى التي تخص فئة الطفولة. إذا كان اقترحنا اسم البرنامج مرحبا مرحبا ودي. إذا كتعريف للبطاقة للبرنامج، هو برنامج يستهدف إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام مع عامة الأطفال، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التربوية الفنية والرياضية. إذا نحن اقترحنا في إطار واحد التقارب التشاركي، يعني ندمجوا ديك الأطفال في وضعيات إعاقة والأيتام، باش ما نحسيهمش أنهم منعزلين علينا، منعزلين على الأطفال العاديين، وندمجوهم هاد الفئة هادو مع الأطفال العاديين مع عامة الأطفال، باش يكون واحد النوع ديال الاندماج. هادي هي كانت الفكرة، هذا هو كان تعريف يعني البرنامج. أنا سميتي نعمة الحرير من مدينة العرائش، رئيسة مجلس الشباب المنتخبة في مدينة العرائش. اليوم كان الحضور ديالنا هنايا في المنتدى باش يكون واحد الرأي تشاركي وباش نتبادلوا بمجموعة من الأفكار بين الشباب، وبصراحة كانت واحد المبادرة هذه قيمة جدا، حيتاش استفدنا بزاف وعرفنا بزاف ديال الافكار وتبادلنا بزاف ديال الخبرات وبزاف ديال الافكار، وكان الحضور ديال مجموعه من الجمعيات. صراحه ما كنتش متوقعه هذا الصدى الكبير، ولكن الحمد لله كانت واحد المبادره جيده، وما سخيناش بهذا المنتدى هذا وما سخيناش نمشيو منه، ولكن نامل ان في منتدى ان شاء الله جديد تكون شي حاجه مزيانه احسن، وإن شاء الله نستفدوا استفادة جيدة والأفكار ديالنا تطبق. عزيز بو المقرعي عبد الوحيد، المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة جهة طنجة تطوان الحسيمة. المنتدى الجهوي الأول للشباب المنظم من طرف المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة يعتبر محطة أساسية للتواصل للتبادل للتشاور فيما بين مختلف شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة. المحطة الأولى شهدت مشاركات 300 مستفيدة ومستفيد، وكلهم من الشباب الذي يزاول أنشطته على مستوى مؤسسات الشباب والرياضة. ستليه المحطة الثانية خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشهد مشاركة 200 مستفيد ومستفيدة. الهدف الأساسي هو التواصل التشاور مع الشباب الجهة فيما يتعلق بالبرامج الرياضية الشبابية التربوية التنشيطية، من أجل الإنصات إلى اقتراحاتهم في إطار مقاربة القرب التي تعتمدها المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، من أجل وضع برامج ترفيهية تنشيطية رياضية تستجيب لحاجيات وانتظارات شباب الجهة. سنة أحييك من مدينة تطوان. اليوم احنا هنا على مدى 3 أيام المشاركة في المنتدى. احنا اليوم هنا جينا للمشاركة للإدلاء بالأصوات ديالنا، للإدلاء بالآراء ديالنا، لأنهم طلبوا منا تشاور الشباب. بالفعل احنا كنقدموا هنايا الاستشارة، وكنقدموا كنوصفوا الوضعية ديالنا كشباب، التطلعات ديالنا كشباب، كيفاش بغينا نشوف، كيفاش كنشوفوا دور الشباب، وكيفاش بغيناها تكون التطلعات ديالنا. وكذلك كنفكروا في مشاريع اللي بغينا من وزارة الشباب والرياضة انها تنجز هذه المشاريع على ارض الواقع، وكذلك بغينا نشوفوا وضعية الشباب في تحسن دائم. لهذا اليوم المشاركة ديالنا هنا هي لتقديم الافضل للشباب على مستوى الجهة. Thank you.
شو موضوع؟